بسم الله، المحاضرة الخامسة من محاضرات كورس الأوتوكاد المعماري بتجيكم مني أنا عبد الله إبراهيم. في هذه المحاضرة راح نحكي بموضوع الانترنال وولز، لكن قبل هيك حابب أعقب تعقيب بسيط على المحاضرة الماضية اللي رسمنا فيها الاكسترنال وولز. هلا إذا حبينا نعدل، لو نعمل كليك بنلاقي برؤوس اللاينز مربعات. هاي المربعات لو عملنا كليك عليها وحركنا، لاحظوا بنقدر نعمل تشامفر لهذا الشيء. لكن انا اللي بيهمني بشكل اكبر هو المستطيل الموجود at the middle of the line. هلا لو نعمل كليك عليه مع تفعيل الاورثو نقدر نكتب مثلا مسافة 2.8، نعمل انتر. هيك انا ارتفعت بهذا الشيء 2.8 للاعلى. طبعا بدنا نعمل هذا الشيء نفسه لللاين الثاني. طبعا هذا الشيء بتمنى تطبقوه عندكم، لانه راح نكمل على هذا الفايل بهاي الدايمنشنز مشان ما يصير فيه لبس لقدام. هلا نبدأ بموضوع محاضرتنا هو الانترنال وولز. طبعا أنا بدي أبدأ برسم هذا الجزء من لبنان بتكنيك معين. هذا التكنيك هو الموست بروفيشنال تكنيك، بتمنى إنكم تتقيدوا فيه لأنه كتير سهل وجدا أكوريت وبيفيدنا بموضوع رسم الانترنال لاينز بشكل كبير. طبعا رح أرسم هذا الجزء ورح يكون هذا الفايل موجود بالدسكريبشن أسفل الفيديو، بإمكانكم تاخدوا الدايمنشنز لبقية الانترنال وولز وتكملوها as an exercise. هلا بدنا نتعلم موضوع كتير جديد وجدا مهم، هو موضوع الاكس لاينز. شو يعني اكس لاينز؟ اول شي بدي اعمل لاير جديدة الاي انتر، بدي اعمل نيو لاير. هاي اللاير بدي اغير اللون فيها للون احمر مثلا مشان يكون مميز، نعمل اوكي. اذا حبينا نسميها كليك على F2، بنعمل اكس لاين مشان فقط تو ريمبر. طبعا بنفعلها مشان تكون هي اللاير اللي انا عمالي برسم عليها. نتاكد من وجود اشاره الصح لحتى نتاكد انه احنا عمالنا بنرسم على هاي اللاير. شو يعني اكس لاين؟ هلا لو اجينا عملنا اكس لاين اكس ال انتر، عملنا كليك، بنلاحظ انه بامكاني ارسم فيرتيكال او هوريزونتال لاين. مثلا نرسم vertical line، نعطي enter. لاحظوا هو line لا نهائي، يعني ما إله بداية وما إله نهاية، لكنه منطبق تماما على line الموجود أمامنا. هذا الشيء بشو بيفيدنا؟ نرجع للزون اللي بدنا نشتغل فيها، هاي الزون، نعمل x line، نتأكد إنه إحنا مطفين الأورثو مشان ما يسبب لنا أي مشكلة. نيجي من الend point للend point ونرسم x line. هيك صار فينا x line منطبق تماما على هذا line. نفس الشيء بدي أعمل perpendicular عليه على هذا اللاين اكس لاين مره تانية من هاي البوينت لهاي البوينت، نعمل انتر. طبعا اذا عملنا كمان مره انتر برجع للامر السابق، هو مين؟ هو الاكس لاين بهاي الطريقه. اذا احنا حابين نرسم اكس لاين ثالث، لكن انا بكفيني اكس لاين واحد. طيب تمام، شو بدي اعمل هلا؟ هلا بدي ابلش اعمل اوفست. نعمل اوفست انتر، نكتب الديستنس 2، نعطيه انتر، نعمل هيك. بعد هيك نكتب offset enter distance 1 enter، نرسم كمان offset هون distance enter. طبعا فقط انا بعطيه enter بكرر الامر السابق، اذا دائما enter تكرر الامر السابق، هذا الشيء كتير مهم وبيعطي سرعة بالاداء. بعد هيك كمان enter، نكتب له 1.15 وبنرسم اللاين الاخير. هلا نبدأ برسم اللاينز البربنديكولر عليهم. انا فقط بحاجة للاين واحد او تو لاينز اوفست، الاول بمسافة 2 والثاني بمسافة 1.65 بهذا الشكل. هلا نرجع نستذكر الصورة الموجودة امامنا، بنلاحظ كأني انا رسمت جريد. هذا الجريد انا بدي امشي على اساسه برسم الوولز. بنلاحظ في لاين، هذا اللاين موجود هون، هذا اللاين اللي هو بيمثل نهاية هاي اللاينز كاملين هو هاد. نفس الشيء بالجهة المعاكسة كأني رسمت 4 لاينز عساس أمشي عليهم. إذا أنا بعتبر إنه الإكس لاين بيرسم لي جريد، هذا الجريد أنا بمشي فيه مستقبلا برسم الانترنال وولز، وهذا الشيء بيعطيني دقة كبيرة. هلا بنغير اللاير، نرجع للاير الانترنال وولز، نرسم بولي لاين، ما بنرسم لاين، أكيد بولي لاين مشان يسهل لنا عملية الأوفست.
بعد هيك اوفست. طبعا كل الاوفست راح يكون للانترنال وولز بوينت 15، نعمل اوفست بهذا الشكل. تمام، هلا بامكاننا نستغني عن الاكس لاين هاد والاكس لاين هاد. بنلاحظ كيف رسمنا الوولز بطريقه جدا سهله ودقيقه. طبعا بنكمل بقيه اللاينز او بقيه الوولز بنفس الطريقه، بتاكد انه مختارين بولي لاين، نبدا من هذا الجزء. طبعا الاكس اللي شفناها قبل شوي اللي هي الانترسكشن، نتاكد انه عم نعمل كليك عليها، نعمل اوفست بنفس الديستنس الماضيه. تمام، هلا هذا البولي لاين بنقدر نستغني عنه، هذا البولي لاين بنقدر نعمل له كليك وديليت. نفس الشيء نرسم لاين، هلا هاي اللي بحكي عنها الانترسكشن. طبعا نقدر هلا نستغني عن هدول، نعمل اوفست 0.15 0.15 بهي الطريقة. طبعا اكيد هلا لسه في الفتحات الموجودة باللاينز بهاي المناطق اللي هي فتحات الابواب، هذا الشيء طبعا راح نشوفه لقدام شوي بمحاضرة الابواب، لكن احنا هيك تعلمنا تكنيك كيف ممكن نرسم internal walls باستخدام الx lines. طبعا بنكمل على هذا التكنيك لحتى نوصل لفاينل ايمج مثل هذا الشيء. طبعا هذا الفايل مثل ما ذكرت سابقا حيكون موجود بالدسكريبشن، احنا بنشوفه وبناخذ منه الدايمنشنز اللي بتناسبنا وعلى اساسها بنكمل عملية الرسم. هلا شغلة حابب الفت انتباهكم لها هي كيف ممكن اخذ انا دايمنشن. احنا بنعرف انه الدايمنشن هو اقصر مسافة ما بين خطين، يعني المسافة العمودية. بما اني حكيت مسافة عمودية، نكبس لاين عن نيرست، بكتب بي اي ار اختصار بربنديكولر، انتر، هو لحاله بجيب لي البربنديكولر وهذا اللاين بقيسه وبعرف قديش الطول. بنرسم اكس لاينز والاوفست وبنكمل بنفس الطريقة. مثل ما حكينا جميع ال ثيكنسز هي عبارة عن بوينت 15، وبالنسبة للاوبننجز هاي راح نفتحها بمحاضرة الابواب مثل ما ذكرنا. هيك بنكون وصلنا لنهاية محاضرة رقم 5، يعطيكم العافية.